السلام عليكم، انا اسمي مريم القنفودي، زادت في القصر الكبير، وانا تخرجت من ثاني بكالوريا علوم رياضيه الف مسار عربي. نعم، الثانويه اللي كتنتمي لها الثانويه المحمديه التاهيليه في القصر الكبير. يعني هذا بالنسبه لك كيمثل لك يعني هذا الانجاز هذا في المسار الدراسي ديالك؟ كان هذا الانجاز هذا كان جد مشرف ليا، 12 عام هذه وفخوره براسي انني قدرت نحقق شي حاجه من الاحلام ديالي. نعم، بفضل المثابره والجهد الشيء ديالك وهذا النجاح هذا، يعني شكون ضاف لك الجهد باش حققتي هذا الانجاز هذا؟ الحمد لله، الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وثاني حاجه بفضل الام ديالي والاب ديالي والاخوه ديالي والاساتذه والمؤطرين اللي نموا لنا القدره باش نعبروا وباش نزيدوا انسبيرو زعما من التجارب السابقه باش دائما نعطيو مجهود في الامتحانات وفي المجال الدراسي. نعم، وبالنسبه للطموح ديالك في المستقبل اش كتبغي تعمل يعني في المستقبل في المسار الجامعي؟ كان الطموح ديالي انني نولي طبيبه، وكان عندي واحد ميول للطب ديال العظام، وان شاء الله اسعى الى باش نحقق هذا. نعم، وبالنسبه علاش باغي تعملي هذا الدومين هذا يعني ديال طب العظام؟ كنت في الطفوله ديالي كنت نوعا ما كنت كنشوف شي الاطفال كانوا مرادين، كانوا كيبقوا فيا بزاف، عاوتاني مع واحد المسيره طبيه في الصغر وكان كيبقى فيا الحال بزاف، وكنت دائما كنبغي حتى انا نساهم باش نغير لهم الحياه ديالهم باش ما يبقاش يعانوا. نعم، وبالنسبه للتلاميذ اللي فشلوا يعني في الدراسه ديالهم، سواء كانت عندهم دورات استدراكيه او فشلوا في الحصول على البكالوريا، يعني شنو هي الرساله اللي كتوجه لهم انتيا، وانت دابا خديتي واحد التجربه يعني في النجاح، تجربه ديال النجاح، شنو هي الرساله اللي كتقدم لهم هذه المناسبه هذه؟ اول حاجه النجاح ما كيرتبطش انك تجيب واحد المرتبه، يعني انك تجيب 10، النجاح ما عمره ما كان مرتبط بشي نقطه، النجاح كيكون نابع من الذات وانك تكون اكثر فخرا ملي كنت عليه البارح، وهذا اكثر نجاح كيقدر الانسان يحققه في سبيل تطوير ذاته، واخا يكون فاشل في المسار الدراسي ولكنه يقدر يكون ناجح في عده نواحي اخرى بحال الراس وبحال الميكانيك وبحال بزاف ديال المجالات اللي تقدر الدراسه ما تكشفش على المواهب ديالو، يعني يقدر يجبرها في مجالات واحده اخرى. يعني واخا اذا كان هذا السوق هذا محبط، يعني يستمر في تحقيق ذاته.